اكتر مكان بيتقطع منه المكنسة او خرطوم المكنسة من الجزء ده، علشان ما يتقطعش منك ويسرب. تفك فيه جزئين قصاد بعض هنا، بتشيل الجزء ده وبيربط كده بالشمال العكس، يعني المفروض الرباط كده، لا ده بيربط العكس علشان يبقى كويس. بس ممكن يتفك تاني معانا مع حركة الخرطوم او اي سبب ممكن يتفك معانا، فالافضل نجيب له مادة تلزق. ايه المادة اللي بتلزق؟ اي مادة تكون عندك معاها، مثلا معجون سيليكون او كله، او لو ما عندكش ممكن تفلون. بتنظف الاول مكانه القديم، طبعا بيكون اوقات مقطوع جزء من هنا ومقطوع، بتفك القديم زي ما قلنا بالعكس وتربط تاني. احنا هنحط مثلا تفلون علشان يربط جامد، يعني نديله اكتر من الرباط كده، بالطريقة دي مش هيفك معانا تاني. مش حاسس برضو انه بيربط بالعافية، لازم عشان ما يفكش تاني. لو ما عندكش حتى التفلون ممكن يعني اي كيس بلاستيك، اي كيس بلاستيك بحيث ان هو ما يفكش تاني معانا. وكده جامد في الربط، يبقى الفك مش هيفك بسهولة، كده مش هيفك بسهولة وربط معانا تمام. ونرجع نركبه في مكانه، وممكن برضو نلف على دي علشان يربط جامد بدل ما نغير الخرطوم بالكامل. شكرا.